ده فيديو خاص بعطل البلوتوث اللي هو التقطيع، بلوتوث او واي فاي، يعني في ضعف في البلوتوث او الواي فاي ده، سواء بانل 9 او 10 بوصة. دي البوردة اللي هي التسري ال اللي هي بتجيب المنظر ده من ورا، سواء رام 1 او رام 2. اولا دي قائمة البلوتوث، تمام. في حالة ان انت مثلا البلوتوث معاك مش شغال مظبوط، فانت اللي عليك ان انت تعمل ريسيت للجهاز، ريسيت للبلوتوث مش للجهاز كله. من سيتنج تدخل على نتورك اند انترنت، اختار القائمة اللي فوق دي، 3 نقط اللي فوق بعض، اضغط عليها يقول لك ريسيت واي فاي اند موبايل اند بلوتوث، تمام. اضغط عليها هيقول لك اعمل ريسيت للواي فاي والبلوتوث بس، مش اعمل ريسيت للجهاز كله. اضغط عليها، اضغط ريسيت، ملهاش باسورد، ملهاش اي حاجة، بس كده انت عملت ريسيت للبلوتوث والواي فاي، هيمسح الشبكات ويمسح كل حاجة كان متصل عليها ويبتدي اكنه لسه جاي من المصنع. في حاجة تانية، المدخل بتاع الكاميرا اللي هو في ظهر الشاشة، يعني الشاشة بتجيب المنظر ده كده، في مدخل هنا بتاع الكاميرا بيجيله كابل بالمنظر ده. الكابل ده بيبقى فيه 2 سلكين كده، شغلهم شغل انتنات، يعني دي انتنة واي فاي ودي انتنة بلوتوث. في الأجهزة الغالية بينزل عبارة عن انتنة خارجية، لكن في الأجهزة دي بينزل عبارة عن كابل بس. الكابل ده وظيفته ان هو شغال معاك زي انتنة البلوتوث وانتنة الواي فاي، يعني هما سلكين ليهم وظيفة جامدة، تمام. ففي حالة ان انت لو مركبتش الكابل ده كده بالمنظر ده في قلب الجهاز من ورا، في حالة ان انت مركبتش هيحصل معاك ضعف في البلوتوث، هيحصل معاك ضعف في الواي فاي، الواي فاي الاشارة بتاعته هتبقى ضعيفة، وكذلك البلوتوث. تبقى قاعد في العربية مثلا البلوتوث ما بيشتغلش غير من الكرسي اللي قدام بس، تقعد في الكنبة اللي ورا ما تلاقيش فيه بلوتوث شغال معاك. بس يعني حتى هنا ممكن تلاحظ الشبكة دي شبكة واي فاي، دي شبكة متصلة معايا بتاعت واي فاي. الشبكة هنا قارية معايا شرطتين وكمان بتختفي، فانت في حالة لو مثلا وصلت المدخل الشبكة معاك زادت 3 شروط. شيل المخرج تاني اللي هو الكابل اللي ورا ده، الشبكة ضعفت معاك. يعني اذا ديت ليها تأثير جامد، في حالة انت مركبتهاش هتشتكي من ضعف بلوتوث ضعف واي فاي.